سعداء جدا ببدء العمل بترميم كنيسة المهد، وهذه يعني معلم ديني وإنساني ومسيحي بالتأكيد. حرصنا كل الحرص على أن نبدأ بترميمه. حصلت هناك يعني تفاعلات كثيرة، ولكن بالنتيجة تم الاتفاق بين كل الكنائس على أن تقوم السلطة الفلسطينية بهذا العمل الذي ترونه الآن. نحن سعداء جدا أن يبدأ هذا العمل، وسعداء جدا أن ينتهي إن شاء الله، وأن نحافظ على الكنيسة ونحافظ على هذا الأثر العظيم الدين العظيم الذي نحترمه جميعا. المهد المقدسة في بيت لحم هي جزء من تاريخ الشعب الفلسطيني وحضارته، ومن هذا المنطلق كان اهتمام مركز من قبل السيد الرئيس والقيادة الفلسطينية بشكل عام من أجل ترميم كنيسة المهد التي كانت تواجه لغاية سنة 2009 الكثير من المشاكل. هذا واحد من أهم معالم الكرة الأرضية على الإطلاق من ناحية دينية ومن ناحية ثقافية. هذه الكنيسة تعتبر أقدم كنيسة في فلسطين، ما زالت واقفة بدون تغيرات جذرية. مع كل أسف باقي الكنائس التي بنيت في نفس الفترة أو قبلها قد هدمت وأعيد بناءها في فترات لاحقة. أما هذه الكنيسة التي تعود للقرن السادس الميلادي والتي بناها جستينيان في المرحلة الثانية من البناء بعدما هدمت كنيسة هيلينا التي بنيت في القرن الرابع الميلادي، بقيت هذه علامة فارقة في تاريخ فلسطين.
أهم الأمور اللي رممناها سقف الكنيسة الرصاصي، الخشب 9% منه، الواجهات كل الواجهات الخارجية للكنيسة، الفسيفساء المتبقية في الكنيسة اللي هو 125 متر مربع من الفسيفساء تم ترميمها وأصبحت أيقونة من الجمال، الجدران نفسها، القصارة، الدهان، كل هذا انتهينا منه، والآن بقي فقط الجزء ال 25% اللي تحدثنا عنه اللي هو العمدان، 50 عمود يجب إنهائها، التي يعني هي التي تحمل كل الكنيسة بما عليها من رسومات وبما تحتاج من تقوية، لأنه كمان فيها مناطق فيها مشاكل إنشائية، الأرضية فيها فسيفساء كثيرة يجب إبراز جزء منها على الأقل بطريقة مرتبة وترميمها والحفاظ عنها للأجيال القادمة، والمدخل تبع الكنيسة، وهذا يحتاج إلى 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 حدود ال4.5 مليون يورو من أجل إنهائه، وبالتالي تسليم هذه الكنيسة لأصحابها حسب الاستاتيكو اللي هن الكنائس الثلاثة. هي جزء لا يتجزأ من ضمير المنطقة، من الحالة اليومية للتلاحمة، تفاعلوا معها، تزوجوا فيها، تم تجنيزهم فيها من القبر إلى اللحد، كانوا مربوطين بهذه الكنيسة، احتفالاتهم الدينية واحتفالاتهم الشعبية كانت تتم بالكنيسة، واستقبلت هذه الكنيسة واستقبل أهل المدينة آلاف من الشخصيات التاريخية الهامة التي زارت فلسطين ومرت على هذه الكنيسة، على وعلى أنها استقبلت عبر تاريخها الطويل عشرات الملايين من الحجاج الذين أموها من مختلف بقاع الأرض، كانوا يأتوها من شمال أوروبا مشيا على الأقدام وصولا إلى قبر السيد المسيح ومهده. إذن هذه الكنيسة هي علامة فارقة في تاريخ البشرية. Without you, we.
لولا دعم القيادة الفلسطينية ولولا تعاون الكنائس الثلاثة وفتح مجال الترميم لأي ساعة كنا نحتاجها، ولولا كمان الدعم اللي أخذناه من الدول الكثيرة في العالم ومن الكنائس ومن الشخصيات، يعني هناك قائمة طويلة من الممولين، لما استطعنا أن ننهي هذه المهمة اللي أستطيع أن أقول أن دولة فلسطين نجحت فعلا في الحفاظ على معلم أساسي من المعالم التاريخية والدينية للشعب الفلسطيني اللي هي كنيسة المهد اللي هي الآن مدرجة على قائمة التراث العالمي في اليونسكو.